فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا باش نحكيو عن نادي الرياضي ديال بنزرتي. البارح تم الاعلان عن تعيين هيئه تسييريه بقياده المسؤول السابق في الفريق امير الجزيري. حابين ناخذ معاه اخر التطورات في السي بي. ضيفنا الاول اليوم في فير بلاي هو رئيس الهيئه التسييريه للسي بي امير الجزيري. امير، اهلا بيك. اهلا بيك سلام، واهلا بالمستمعين وجماهير نادي بنزرتي. مرحبا يصبح بيك خير. امير، وجماهير السي بي وجماهير التونسيه الكل اللي يسمعوا فينا. طبعا 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 طبعا، لا يعني بيسكو موضوع يهم نادي بنزرتي، يعني تحيه وجهنا درجه اولى اكيد، يعني نسلم درجه اولى عليك، طبعا. نسلم عليك احباء السي بي الكل. دونك امير، في التليفون اول سؤال قلته لك، قلت لك نقول لك مبروك والا نقول لك ربي يكون معاك في ظل المسؤوليه الصعيبه هذه. حبيت نعاود السؤال هذا في الانتير. حبيت تعرف كل هذا والله، تقول لي ربي معك وتقول لي مبروك، خاطر ديما تقعد نادي بنزرتي شرف، يعني رئاسه نادي بنزرتي يعني حتى ولو هيئه تسييريه وفتره يعني ضيقه، ديما يعني هرم كبير من اهرام الرياضه التونسيه يعني تكون على راسه، وانه شرف كبير برشا. ان شاء الله نكون قد المسؤوليه هذه وقد الاسم هذايا، ومسؤوليه كبيره بصراحه. كيف جات الفكره؟ ما نعرفش انت كنت تخمم في هذا، فما شكون اقنعوك خاصه البارح في الاجتماع في الولايه؟ اسمك خاصه ما كانش مطروح امير. والله هو الخيان يعني، هما اللي اقترحوا هما اللي عملوا، واحنا باركنا خويا ما صراحة يعني كبار نادي قاعد، وما يعني الناس اللي يعني اللي المدعمين تاع النادي كيما سي سمير يعقوب، سيد الاسود الفيجور امبليماتيك دي كلوب، يعني ما صراحة ما نجمش يعني، ولو رغم الظروف، رغم اني صراحة يعني كنت ضد الفكرة، مع غياب الحلول، مع غياب شكون باش يترشح، مع غياب الواحد اليوم اصبح يعني ولات امور واجب، دونك الواحد يلزمو يعني. والسيد الوالي اصر انه باش يعين هيئه تسييريه في اقرب وقت، وكان يعني زاد كيف كيف يعني عنده الحق في الموضوع هكا، خاطر التحضيرات يعني التحضيرات ما انطلقتش كما تعرف، والبطوله تبدا 30 سبتمبر مبدئيا، ولو كان باش تبدا 30 سبتمبر زاد ما نعرفوش كان يصير تاخير ولا لا، يعني ولات امور واجب يعني واحد يلزمو باش يترشح وباش باش يحط يده مع العباد، يعني خاصة انه الكل الناس كل يعني شدت. قعدت كيما اللوم عليا شوية اللي انا يعني كنت يعني بعيد وكل بصراحة وكاو، يعني هذا هو اللي صار يعني. هو ظهر الناس كل تتفكر الباساج الممتاز اللي كنت خاصة في الفترة الأخيرة مع مهدي بن غربية، وبعدها اختفيت كأنك شوية بعدت شوية على الأضواء في السي بي، وكي رجعت عم ناول بتجربة إذاعية مع زملائنا في والله أفلام أنا نمن أنا نمن أنه يعني نمن بال نمن يعني أنه بال كيفاش يقولوها بال يعني كل يعني حاجة في وقتها، تمشي ناس وتجي ناس ونمن بالكل وقت وقته، ونمن يعني خديت فرصة، ونمن بالسيكل خاصة أنه في نخدم في اي مسؤوليه ناخذ فيها، نعرف انه فما سيك، نعرف انا من نهار الاول نهار ندخل فيه ونهار نخرج فيه، فهمت؟ اهم شيء يعني فهمت، تعرف انت في الكوره تنجم تعمل السيكل نتاعك تخرج يعني على ايماج باهيه والحمد لله، يعني هذاك اللي صار يعني في المكان نتاعي انا، وتنجم انك تزيد في السيكل نتاعك تفز اللي عملته كل، فهمتني؟ يعني الكوره ستان سيكل، فهمتني؟ وهي الدنيا الكل ستان سيكل، الكوره بالاخص ستان سيكل، فما سيكل يعني يبدا سيكل نتاع كونستركسيون نتاع جمعيه، من بعد فما برفكسيونمون، من بعد باش تبدا تلعب كما نقولوا على القاب وكل، من بعد تبيع فما بين بونت، خاصة يعني كي نحكيو على جمعيات كيما نادي بنزرتي اللي ما عندهاش موارد كبيرة يعني، وما عندهاش يعني فلوس قارة، وما عندهاش واحد كل شيء يعني، ديما تقعد تريبيتير نتاع الرئيس اللي باش يشدها والإمكانيات اللي عنده وهذا الكل. باهي، خليني نبدا نسألك على السي بي بلغة الكرة، نقولوا شانتي كبير يستنى فيك، منين باش تبدا؟ من لاعبية مش خالصة، ما فماش أيضا الفريق ما رجعش للتمارين، مشاكل منع الانتداب، شنو البلان داكسيون اللي حطيته؟ ولا البلان داكسيون اللي اونكور قاعد يتحط، مازال ما تحطش هو لا محالة، لكن واضح شنو البلان داكسيون باش يكونوا فيه، يعني باش يكونوا فيه البلان داكسيون ريبريك نتاع ديون يعني، ولا ريبريك تاع الديون كيما تعرف باش يكون فيهم، فما أولويات زاد فهمتني؟ وباش اون باراليل زاد في نفس البريوريتي باش يكون فيهم الديماراج تاع ليكيب سينيور، يعني باش تستأنف التمارين
وتكوين الفريق اللي باش نبداو به، هذا هو. المعالم واضحه من الليفكتيف ولا ما زلت ما عندكش فكره كبيره؟ لا مازلت مش واضحه، لا مازلت مش واضحه. ما عنديش فكره كبيره، نعرف براتيكمون سبع ثمانيه لاعبين ممكن مازالوا سي كونترا، نعرفهم زاد كي الناس كل يعني اترافير التلفزه كنت تفرج انا يعني حتى الفريق في سبع ثمانيه ملاعبين سو كونترا كهو. هذا المعلومه اللي عندي يعني ما نعرفش صحيحه ولا، لكن هذا اللي سمعته يعني فهمت. اني قلت لك تو باش نقعدوا باش ناخذوا العقود باش ناخذوا الوضعيه الكلي باش نحطوا البيلان وباش نعملوا خارطه الطريق انه باش نكشفوها اللاعب يعني للجمهور باش يعرف باش نقولوا لهم وين ماشيين. يعني احنا راهو خريطه الطريق باش نكونوا مع بعضنا، راهو يعني كهيئه كجمهور كالناس الكل باش نكونوا مع بعض وباش يكون يعني انا نعرف شكون تجاوب كبير فهمت يعني باش يكون تجاوب كبير بحول الله يعني من الجماهير يعني سواء في بنزرت ولا في الخارج ولا الناس اللي تحب السيابي حتى خارج بنزرت. وانا نعرف برشا ناس عندها عاطفه على نادي بنزرتي وتحب النادي بنزرتي، واليوم هرم الاهرام الكره التونسيه نادي بنزرتي تحب ولا تكره يعني بنزرتي فتح افريقيا تنجم تقول على المعنى الرياضي يعني اول كاس افريقيه. نادي بنزرتي راهو سي كلوب سمباتيك للناس كل تحبه يعني انا وين نمشي يعني الناس كل عندها عاطفه خاصه نادي بنزرتي. اليوم كما قلنا يعني بصراحه يعني النادي الافريقي تضامننا معاه احنا ولو يعني تضامننا معاه معنويا يعني كهرم كبير بالمشاكل اللي صارت وترجلت. اليوم ننتظر يعني ان شاء الله باش تقف معنا الناس كل وتقف جمعيه سي بي وتقف جمعياتنا الكل ان شاء الله رسقيها والنجم والنادي الصفاقسي وترجع بطولتنا وترجع كورتنا ونتعديوا الباساج الصعيب هذا ان شاء الله. شكون باش يكون معاك في الهيئه التسييريه؟ والله يبقى مازلت انا قاعد نتشاور مع لقيان. صحيح تعرف انه برشا ناس اتصل بيهم يعني ناس ما تحبش ممكن يقول لك فتره هذه ما نحبش الناس كل تحب تعاون من برا ما يقول باس انجاجي ما تنجمش تلوم زاد برشا على العباد. فما ناس زاد مشكوره خويا اتصلت بهم موافقه عطوني من يعني قعدت معاهم وحكينا على البروجي وكل يعني عطوني موافقه مبدئيا يعني تو باش نقعدوا باش نرجحوا يعني نجموا نعرفوا اسماء والله بون باش سوسيالمون فرع كرة قدم يعني نورمالمون باش يكون فيه سي خالد مراد يكون فيه محمد خليفه محمد مرشاوي هذوما الناس اللي مباشره وعلى علم يعني بالخفايا النادي خاصه في الشباب. باش يكون فيه يعني كاتب عام سي بن بركه اللي هو يعني عمل اكزرسيس واحنا المرحله هذه تتطلب يعني انه كاتب عام يكون عنده خبره ونتصور انه كسب خبره يعني سي بن بركه في الوضع هذا. باش يكون معنا سي مهدي حاجي في كوميتي ميديا يعني تواصلا للخدمه اللي خدمها وانا كنت يعني هكا في شويه في الميديا وريت يعني انه فما نجاح على مستوى في اليوتيوب والامور هذيك الكل يعني ندعموه ان شاء الله ونواصلوا في السياق هو بيد وخاصه انه المرحله نتاعنا يعني قصيره مش مرحله طويله باش نعملوا شامبر دومون ونجيو واحد يعني نجيو كيما نقولوا باش نبدلوا كل شيء يعني مثلا اذا كان الناس خويا تعرف الجمعيه ناجحه فهمتني فما سي في يعني بالنسبه للحباء عندنا اولادنا كيف كيف فما سي الهيشري سي بن ناصر فهمتني يعني ما هذا هما يعني باش نقعدوا باش نكونوا مع بعضنا باش نلموا شملنا الناس كل وانديبوندامون من الرئيس ومرؤوس وواحد باش نلموا شملنا وباش نحكيو يعني كيما يقولوا بالفرش الناس كل وهاو خويا الناس كل تو احنا هاي وضعيتنا هاي كل شيء نمشيو خلينا نعديو الباساج نمنعوا خويا جمعيتنا ومن بعد كي تحل خويا انتخابات يعني كيما نقولوا انتخابات يعني تولي على النيابه نتاع عامين ولا على يعني رسميه تولي كيلومير يعني كيلومير يعني ولا فهمتني يعني الاجدر يعني مبروك عليه يعني انه يترأس نادي نظرتي. كيفاش تقيم البريود اللي فات الكل خاصه وانت بعيد على سي بي امير؟ والله بون البريود اللي فات شنو هي البريود يعني ما انا بريود تحكي عليها يعني ما عادش كما تحب انت سواء تحب القريب العاجل ولا من اللي بدي من اللي بعدت انت. والله افضل هو باش نكون معك واضح انا خرجت في 2013 الوقت اللي البونت بدات تهبط انت نادي بنزرتي تعرف انه احنا يعني وقت لعبنا رابيدة الابطال يعني تعرف فما يعني صاروا ديزانفستيسمون تاع لاعبين كبار ويعني طلعت لابار طلعت كما نقولوا فهمتني. بعد انا خرجت مهدي كمل عامين ربي يخفف يعني وحلو ربي يفرج عليه فهمتني واللي يعني واللي تمنيناه بصراحه يكون معنا الفتره هذه يكون مدعم رئيسي.
يعني رجعت البونت طاحت كما نقولوا فيك السيك اللي قلت عليه مثل 3 سنين هذاك البونت طاحت، خرجوا لاعبين كبار، جاءوا لاعبين اقل شويه مستوى كل شيء، فهمتني. جاء عبد السلام يعني بعده يعني بصراحه رياضيا يعني نقولوها بصراحه يعني عمل عامين ممكن عامين ونص ممكن 3 مواسم حسب ما نذكر يعني ما يعني محترمين جدا يعني فهمتني، امام حتى ممتازين بالوضعيه الماديه وبالدنيا الكل. من بعد كما قلت لك زاد عبد الرحمن عبد السلام فيتو يعني فات السيكل اللي ممكن اللي خاطر راني قلت لك راي الكره سيكل لازم تعرف وقتاش تدخل وقتاش تخرج، ممكن فات السيكل عبد السلام ما لقاش تجاوب زاد من ممكن ما في التدعيم في يعني الامور الماديه ثقلت تعرف تحمل الجماعه ريس راهو حتى واحد راهو ما يقدر يعني اليوم براتيكمون يعني كي نشوفوا تونس كامله فما رئيس جمعيه برك يعني قادر انه يقعد اكثر من 5 سنين ولا 6 سنين على نادي يعني انه باش تجيب رئيس اليوم انا توا راهو رئيس باش يشد اكثر من 2 مواسم انا ديما نقولها راهو 3 مواسم يعني حاجه صعيبه برشا راهو حمال تاع جبال يعني تعرف شنو مصاريف جمعيه رياضيه فهمت يعني اليوم ممكن هذا هو ممكن هذا هو اللي ما مشاش مع الوضع الاقتصادي في البلاد مع العباد ما تنجمش تلومها زاد يعني ماهيش الناس كل عندها الفلوس مع العباد وضعيات تعبه الشركات نفس الشيء دونك هذا هو اللي صار يعني المشكل اصلا هو تو باللي صار وكل لكن المشكل هو بدرجه اولى مادي فهمتني عبد السلام حتى اللي عنده كل فهمت يعني خويا ربي يخفف ربطه ربي يعني يبارك له ربي يعوض له كما يقولوا فهمت لكن انه ممكن في وقت نقاط كانوا نتصور انا عبد السلام كان خرج يمكن بعد 3 مواسم هذوك مشى هيئه اخرى يمكن اليوم عبد السلام يكون في وضعيه اخرى يعني في فهمت يعني عملت بصراحه يعني اذن لي انا راني انا مع بالرغم عندي يعني بعض ممكن الاختلافات على مستوى يعني طريقة التأثير يعني مع عبد السلام لكن نقوله بصراحة يعني إلا أنا راني جو سي با ميكونيسابل نقول لك راهو 3 سنين يخدم مع عبد السلام صعب برشا راهو يعني أنت اليوم تصور أنك تاخذ جمعية من بعد مهدي بن غربية يعني اللي هو يعني تحب ولا تكره إلى بار التي أوت يعني فهمت صعيبة يعني برجولية بصراحة لو حاليا ما نجمناش زاد الناس الكل ندوروا عليه فوار ديما الكاس المعبي الباهي حسيتك كمير تحب تبدا بدخله باهيه كانك ايدك ممدوده خلينا نكمل السؤال حسيتك ايدك ممدوده للناس الكل وتحب الناس الكل تتلم بالسياب في الظرفيه هكا ولا الكل وخاصه الناس فعليين اليوم عبد السلام السعيداني خويا انسان عنده جسم سيابي عنده ناس مده تحب معاه وهو يعني سي عبد السلام السيابي سي تان شوفان نتاع سيابي يعني انسان مهوس نادي بنزرت وهذا يلزم انا واحد من الناس والهيئه اللي معايا نستغلوه من الناحيه الايجابيه فهمتني ويلزموا يكونوا معانا حكيت معاه امير والله انا ما زلت ما حكيتش معاه بعثت على الرقم نتاعو ما عنديش رقمه بصراحه يعني ما باش نتصل بيه طبعا مش نتصل بيه هو راه برك يعني نتصل بالرؤساء الكل فهمتني انا بنسمع باش نسمع من الناس الكل وناخذ وراء الناس الكل ورا ممكن تنفعنا يعني اكيد باش تنفعنا يعني فهمتني مش ممكن تنفعنا اكيد وكان لازم حتى يتحملوا معنا مسؤوليه مهم جدا الناس الكل تتلم بالسيابي بالمحاسن نتاعها والمساوئ نتاعها هذا هو اليوم لو شالنج يعني في السيابي انك تلم الشمل راو انا ديما راو عندي كلمه نقولها راو الكوره راو يبدا جو صافي تمشي وحدها هو صعيب في النوادي الكل مش كان في السيابي تلم القدوم والجدد احنا في النادي بنزرتي نتلهاو في رواحنا وما يهمناش في النوادي الاخرين نلموا رواحنا ونصفيه واعد احنا بنزرت صغيره والناس الكل نعرفوا بعضنا والناس الكل عايشين مع بعضنا والناس الكل متناسبين مع بعضنا والناس الكل نقربوا لبعضنا والناس الكل نخدموا بعضنا وعايشين مع بعضنا ما فماش علاش تصير الامور هذه بصراحه فهمتني اذا كان الكوره هذه باش تفرق وباش تولي هكا وباش يولي كلام هكا وباش يولي يعني تسميع كلام وباش يولي امور هكا ليش منها خويا هالكوره هذه ماهيش لازم منها بصراحه يعني فهمت صحيح يعطيك الصحة أمير وبالتوفيق إن شاء الله ليك وللسي أ بي نشوفوا إن شاء الله الفريق يرجع للسكة الصحيحة نتاعو بعد صعوبات كبيرة في المواسم خاصة الزوز ولا الثلاثة الماضية. بارك الله فيك وربي يسهل لنا ووفقنا إن شاء الله موسيقى الأخبار وبعد مكملين في بلاي حتى الخمسة ونص.